اكيد بس هي يعني هيجي مع عرض فيلمي، بس هنزل الانتخابات برضه مش مشكله. تحب تقول ايه للجمهور عشان يشوفوا؟ اقول للجمهور انزل، انت لازم تنزل، انت لا يعني سواء رافض قابل ما عندكش وقت، عندك مشاكل مع السياسه، ما بتحبهاش، ما بتحبش تنزل الصبح، كل الظروف دي حطها جانبا كده وانزل، عشان نزولتك دي بتكبرك قصاد نفسك، بتبقى واقف قدام المرايه كده تحس ان انت مشارك، مشارك دي حاجه مهمه جدا. ممكن احنا نكون مش فاهمين معناها لان احنا ما تعودناش عليها، بس انت لما بتنزل وبتقول صوتك، وصوتك دوت بيكون راي عام البلد بتمشي عليه، واحساسك انت ان انت بتشارك في ده مهم قوي، هتفقد الاحساس ده لو ما نزلتش. شكرا.